السلام عليكم مشاهدينا الكرام من هذه النافذة من جامعة بيرزيت، بالتحديد من كلية الهندسة، حيث يتواجد عديد من العاملين والأكاديميين هنا معتصمين داخل أروقة الجامعة منذ ما يقارب 28 يوما، مطالبين بحقوقهم النقابية وأيضا مطالبين الجامعة بالوقوف عند مسؤولياتها اتجاه العاملين في هذه الجامعة. 28 يوما من بينها 8 أيام مضربين عن الطعام، منهم من توجه إلى المشفى بحالة صحية سيئة، منهم من سيجري عملية قسطرة اليوم نتيجة تردي الأوضاع الصحية هنا للعاملين المضربين عن الطعام في هذه الجامعة. كانت هناك اليوم وقفة للعاملين أمام مبنى رئاسة الجامعة، تظاهروا فيه واحتجوا فيه على تنصل الجامعة من مسؤولياتها باتجاه الموظفين فيها. من هذا المكان تشاهدون خيمة الاعتصام التي تنقل بشكل مستمر من هنا وإلى رئاسة الجامعة من أجل المطالبة بتنفيذ الوعود والاتفاقيات التي يتحاورون ويتفاوضون عليها منذ عدة أعوام. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتور رافي عصفور، أحد أكاديميين هذه الجامعة المضربين عن الطعام منذ 8 أيام. دكتور رافي، إلى أين وصل إضراب جامعة بيرزيت المغلقة منذ 28 يوما حتى هذه اللحظة؟ أول شيء في البداية أنا بدي أقدم اعتذاري للمجتمع الفلسطيني والطلبة جامعة بيرزيت وأولياء الأمور إن حصلنا لهذه المرحلة أن نغلق الجامعة بهذه الطريقة، والسبب الرئيسي هو تعنت إدارة الجامعة في الاستجابة لمطالب العاملين اللي هي مطالب محقة. احنا طبعا حاورنا الجامعة بيرزيت، حاورنا الإدارة لمدة عام كامل على مطالب بسيطة ومحقة للموظفين ومنصوص عليها قانونيا في هذا الأمر. وصلنا لباب مسدود في الحوار، الحوار من أجل الحوار مع الجامعة. حاولنا ننذر الجامعة وعملنا بالقانون، ودينا كتاب لوزارة العمل ان احنا في نزاع عمل مع إدارة جامعة بيرزيت في 21/6، وبعدها بلشنا في إجراءات جزئية كإنذارات للجامعة ان احنا يعني ماخذين الأمور بشكل جدي وان هذه المطالب لا يمكن التنازل عنها ويجب ان الإدارة تستجيب لها. عملنا اعتصام امام مبنى الرئاسة، عملنا إضراب ليوم لنص يوم ليومين متتاليين، وفي النهاية وصلنا للإضراب المفتوح. الإضراب المفتوح بصراحة يعني مش قرار سهل، بالأخص إحنا في نقابة جامعة بيرزيت يعني نعتبر مكون رئيسي من الجامعة، وهدفنا إن نرفع من سمعة الجامعة ومن إمكانياتها الأكاديمية، وسمعة الجامعة بتهمنا إحنا لأن دورنا الأساسي إن نساعد إدارة الجامعة ومجلس الطلبة، وكنقابة إحنا أيضا جزء من هذه المؤسسة اللي بتعمل على رفع مستوى الجامعة. دخلنا في الإضراب المفتوح على إضراب مفتوح فقط من أجل الجامعة مفتوحة، واللي وصلنا لهذه المرحلة هو الإدارة مش إحنا اللي وصلنا لها، لأن إحنا بنحب الإضراب وبنحب نصل لهذه المرحلة. اتفاجأنا أن الإدارة بدل ما تأخذ خطوات تحاول في حل المشكلة وتحاول في زحزحة المشكلة وتحاول فتح الجامعة من جديد، بالأخص أن إحنا في مرحلة حرجة في جامعة بيرزيت، إحنا في نهاية فصل وفي فترة تسجيل وفي بداية فصل أول، ويكاد أن الموضوع أصبح خطير على الجامعة. اتفاجأنا أن الجامعة بتطلع في بيان عمل على خطوات عقابية للموظفين جميعهم انهم مضربين وانهم بداوموش في الجامعه، بخصم 50% من الراتب وخصم الاجازات على الموظفين والعاملين في الجامعه. فمجرد ما نزل البيان احنا كنا مجتمعين في داخل النقابه، اخذنا قرار في الاضراب عن الطعام. في البدايه دخلنا 8 موظفين كرد، يعني احنا بصراحه احنا موجودين للدفاع عن الموظفين مش لان نجيب لهم عقوبات، والجامعه المفروض بدل ما انها تصل لمرحله انها تزيد في العقوبات وتزيد في ماساه الجامعه، المفروض انها تنزل شوي كحاضن للجامعه، كصاحبه قرار في الجامعه. احنا مش اصحاب قرار في الجامعه، اللي بيطلع قرارات في الجامعه هي اداره الجامعه، هي اللي بتفتح الجامعه وهي اللي بتغلق الجامعه. احنا الموظفين ملتزمين بنسبه لا تقل عن 98%، ما بيجوا على الجامعه وما بيحضروا الدوام، بيجوا بتواجدوا معنا في داخل، انت ملاحظ في داخل الجامعه، وكان اليوم في متواجد مش اقل من 400 موظف في داخل الجامعه. دخلنا في اضراب عن الطعام، ويعني بتعرف خطوه صعبه مش سهله علينا، يعني احنا في عندنا ناس كبار في السن وفي عندنا ناس عندهم امراض مزمنه، الا ان الجميع ابى انه يدخل في هذه دفاعا عن حقوق العاملين. هذا الاضراب يعني بصراحه صار يترتب عليه مشاكل صحيه عند بعض الزملاء الموجودين معنا، وترتبت منها يعني صار يظهر بعض الاعراض، لان مش جميع الاجسام تتقبل، في بعض الاجسام بتكون عندها مشاكل فسيولوجيه، مشاكل موجوده في الجسم مش عارفين عنها، بالاضافه ان في عندنا مجموعه بتتلقى ادويه يوميا،
معين، فلازم تاخذ هذه الادويه. بصراحه بنعانوا اغلب الزملاء من انخفاض في الضغط ونقص في السكري وعدم انتظام في دقات القلب، وهذه مؤشرات خطيره. في البدايه راح انا صار لحد الان حوالي 4 صاروا واصلين المستشفيات من هذا، واخرهم كان زميلنا وسيم في الوعكة الصحية اللي صابت امبارح، شعر في ألم في منطقة الصدر وخضران في إيده، فعلى طول احنا اتصلنا في زملائنا في العيادة اللي موجودة في الجامعة واجوا عملوا له الإسعاف الأول اللازم، واتصلنا في الإسعاف حتى نقلنا المستشفى، واكتشفنا أنه بلش مع بوادر جلطة، والحمد لله أنه قدرنا نلحقها في هذه اللحظة. طبعا نتيجة أنت مش ماخذ الحاجات الأساسية للجسم، الفيتامينات والأشياء الأساسية اللي بأخذها الإنسان من الطعام، صار يظهر عنده مضاعفات في داخل الجسم وأدت لهذا الإشي للأسف يعني، ونتمنى أنه يكون بالسلامة ويرجع لنا سالم. دكتور رافي، نسأل السلامة لكم جميعا، لكن هل تغيرت لغة الحوار من قبل الجامعة بعد دخولكم بإضراب مفتوح عن الطعام؟ للأسف يعني احنا في جامعة بيرزيت بنفتخر ان دائما مشاكلنا تحل داخليا، لان لغة الحوار دائما عالية في داخل الجامعة. وكان من بعض المبادرات اللي قدمت لنا مبادرة من مجلس الطلبة وكافة الكتل الطلابية، واحنا مبادرة لما اجت احترمناها لانها من مجلس الطلبة، لان مجلس الطلبة في الإضراب اللي كان هو موجود فيه احنا كنقابة عاملين كنا الطرف الفاعل في انهاء الإضراب والتواصل مع الإدارة والتواصل مع الطلبة. فقدموا لنا طلابنا وابنائنا اللي بنفتخر فيهم انهم قاده وبيقدروا انهم يصيغوا مبادرات، قدموا مبادره احنا وافقنا عليها مباشره بدون اي تعديل، لانها يعني احنا بنحترم طلبتنا بنحترم الامكانيات اللي بتكون. للاسف الاداره رفضت هذه المبادره، الاداره بتطلب يعني شيء معين، ما بحاورك ما بعطيك ولا شيء الا تدخل الا تفتح الجامعه. احنا حقيقة نتخوف من هذا الشيء، ليش؟ لأن احنا دخلنا في مفاوضات عديدة، مفاوضات مستمرة وماراثونية ولوكات طويلة وأسبوعية ويومية، ما طلعنا في نتيجة. على هذا الأساس احنا طلبنا من الإدارة فقط الاعتراف في الحقوق، فقط الاعتراف في الحقوق، واحنا مستقبلا بنكون بالمفاوضات والحوار على آلية التنفيذ هذه، وإذا كان في أمور مالية بتترتب، احنا بهمنا الجامعة تستمر. راح نعمل على ان تكون نذلل الظروف ان تكون بعمليه تطبيقها بحيث ما تتاثر الجامعه ماليا، لان الجامعه في النهايه هذه جامعتنا وهذه اسرتنا وهذه المنطقه اللي احنا بنعتاش منها واحنا بنعتبرها بيتنا الثاني. عشان هيك احنا يعني بنتمنى من اداره جامعه بيرزيت انها تغير مواقفها وانها يعني تصدر بيان يكون قابل للحوار ويكون يلبي مطالب الحد الأدنى للموظفين، مطالبنا البسيطة جدا فقط القبول في هذا. للآن جامعة بيرزيت، إدارة جامعة بيرزيت ترفض قبول هذا المطالب. دكتور رافي، في الختام أريد أن أطيل عليك أكثر، تبدو عليك علامات الإرهاق والتعب نتيجة الإضراب. إلى الأهالي والطلبة، لربما كانت هناك ورقة ضغط استعملت ضد نقابة العاملين من خلال صفحات ومسميات للضغط عليكم من أجل فك الإضراب وإغلاق الجامعة، رسالة النقابة للأهالي وللطلبة. في البداية يعني أنا بقول لأهالي الطلبة، أنا أب لطلاب في الجامعة، عندي ولدين في الجامعة، عندي ولد وبنت في الجامعة، إحنا ما بنهوى الإضرابات وما بنهوى التعطيل للجامعة، بالعكس هذه الأمور اللي إحنا قاعدين بنكون فيها عبارة عن رسالة توجه تربية. احنا الاضراب لا يعني فقط الاضراب، الاضراب يعني انك انت يكون في عندك حريه في انك تقول مطالبك بحريه، وانك تعلم الطلاب الموجودين حولنا ان اي جزء في المؤسسه يستطيع ان يبدي رايه بالطريقه اللي هو بده اياها. بالعكس جامعه بيرزيت للناس اللي بتسمعنا اللي بتشاهدنا، جامعه بيرزيت ما بتعطي علم فقط وما بتعطي شهادات فقط، هي بتبني شخصيه الطالب، وهذا الاساس هذا الاضراب موجود. هل الجامعات الثانيه مثلا ما عندها هضم للحقوق؟ لا، في هضم للحقوق، لكن النقابات لا تملك الاراده انها تكون بعمليه. هل مجالس الطلبه في الجامعات الثانيه جميع حقوق الطلاب موجود؟ لا، لكن جامعه بيرزيت مجلس الطلبه لما يشوف الطلاب بيقوم الاداره بعمليه ضغط او عمل اي شيء ضد الطالب، على طول مجلس الطلبه بتحرك. هذه الحريات اللي احنا بدنا اياها في جامعه بيرزيت، وبطمئن الناس ان جامعه بيرزيت راح تظل الجامعه الرائده في فلسطين، وراح تظل هي الجامعه المختلفه في داخل اسوارها عن باقي اسوار الخارج. وجامعه بيرزيت متعوده من تاريخها ان تدخل في حركات بين اداره الجامعه والنقابه واداره الجامعه والمجلس الطلبه، ويا ما شفنا اضرابات امتدت لاسابيع ولاشهر، وفي النهايه انتصرت بيرزيت وعادت لمكانها الطبيعي، الجامعه الاولى فلسطينيا واللي الجامعه الاولى حتى بتنافس عالميا.
شكرا لك. كان معنا الدكتور رافي عصفور من جامعة بيرزيت هنا في الاعتصام الذي يقيمونه من داخل أروقة الجامعة في اليوم 28. في الصورة مشاهدينا الكرام مجموعة من الأكاديميين والعاملين المعتصمين هنا داخل أروقة الجامعة مطالبين بتنفيذ الوعود التي يتفاوضون عليها منذ عام حتى هذا اليوم ليصلوا إلى إضراب عن الطعام داخل الجامعة. إذن مشاهدينا الكرام هذه جامعة بيرزيت التي خرجت من إضراب ماراثوني طويل قبل فترة بعد إغلاق الجامعة استمر لنحو الشهرين قبل فترة وجيزة، تعاد للإغلاق اليوم مجددا في هذا المكان. إذن مشاهدينا الكرام كما تشاهدون في الصورة الجامعة فارغة من الطلبة، يتواجد فيها العاملون هنا معتصمون هنا في هذه الجامعة اليوم 28 على التوالي داخل الجامعة. اليوم كان هناك مؤتمر صحفي لنقابة العاملين أعلنوا فيه عن استمرارهم بخطواتهم الاحتجاجية وأيضا مطالبين إدارة الجامعة بالوقوف عند مسؤولياتها وأيضا حفاظا على سلامة وصحة المضربين عن الطعام هنا في جامعة بيرزيت. النقابة في اجتماعات مستمرة، نقابة العاملين هنا في الغرف الصفية لكلية الهندسة في اجتماعات مستمرة من أجل الوصول لبادرة حل وأيضا باتجاه نحو الحل مع إدارة الجامعة، لكن لا يبدو أن هناك شيئا قريبا في الأفق. فحيث أن نقابة العاملين وصلت بخطواتها إلى أقصى حد وهي الإضراب عن الطعام، وأن إدارة الجامعة ترفض الحوار بشكل مبدئي حتى فتح أبواب الجامعة وانتظام الدوام الجامعي فيها. إذن مشاهدينا الكرام جامعة بيرزيت حاضنة الديمقراطية هنا يتواجد فيها الأساتذة والعاملين يدا بيد من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة النقابية والمالية. قابضين على الجمر هنا لربما إن صح التعبير، مضربين عن الطعام من أجل لقمة العيش. مشاهدينا الكرام هذه الخيمة كما تحدثنا، وأيضا هناك الأطفال الصغار الذين حضروا رفقة ذويهم المعتصمين داخل الجامعة. شكرا لكم على طيب المتابعة. كان معكم في التقديم بلال عرمان ومن خلف الكاميرا زميلي مؤمن سمرين.